عن العمل الخيري مساعدة الأسر الفقيرة، في أنشطة ثانية بتبرع بالدم، في مساعدة الأولاد اللي هم مش عايزين ياخدوا دروس بدهم دروس خصوصية ببلاش، في مساعدة في فصول للمعوقين أو عندهم حاجات خاصة. بنقوم بحاجة اسمها نطلع شنطة اسمها شنطة مساعدات الأسر الفقيرة شهريا كويس، بنساهم في العمليات الكبيرة اللي محتاجة عملية كبيرة. الجمعية وكنت ماسكة المشروعات، وبعدين حصل احلال جمعية رسالة للأصل الإدارة القديمة فانتوا خدت رئيس مجلس الإدارة. نفس الحكاية ان انتوا زي ما انتوا دلوقتي بتنزلوا تعرفوا الناس بجمعية رسالة، انا كنت في مكان وتعرفت من خلال المتطوعين على جمعية رسالة. رسالة للحب وللإخلاص وللود وللوفاء وللتراحم وللتعاون، ورسالة بتحمل جميع أسمى المعاني هي كلمة رسالة. لا ده إن شاء الله في سنتين ثلاثة نبني دار رسالة. نحن نبني مقر للرسالة، بيشمل على ملجأ للأيتام، يشمل على مدرسة ومستشفى، وإذا قدرنا ربنا قدرنا هنعمل مستشفى سرطان في السويس إن شاء الله. الشباب اللي شغالين في رسالة بكل حب، هو ده اللي بيميزها عن الجمعيات الأخرى.